بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أود في البداية أن أشكر جميع من شرفنا بالحضور، كل واحد باسمه وصفته، وأن أشد على يديه بحرارة، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتناول الكلمة في هذا الجمع المبارك، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني القضاة وموظفي هذه المحكمة، لكي نحتفل بإخوان لنا وقلوبنا تفيض سعادة مفعمة بخالص الوفاء والعرفان لهم. فما أحسن اللقاء وأطيب الملتقى في مناسبة من مناسبات الخير والوفاء على صعيد هذه المؤسسة، وهي مناسبة تكريم تكرس بلا شك سنة حميدة وعادة نبيلة. إن مناسبتنا التي نعيشها اليوم في هذا اليوم المبارك هي تكريم إخوان لنا بلغوا سن التقاعد، وهم السادة الأستاذ مستشار عبد المولى عبد، والسيد مصطفى الهادي، والسيد محمد عطشان، والسيدة الحاجة فاطمة هنسيس. بعد أن قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن وهذه المؤسسة القضائية، إذ منحوها الشيء الكثير من جهدهم، فلا أحد منا ينسى ما بذله كل واحد منهم من جهد ووفاء وإخلاص. فتحية إكبار وإجلال وجهها باسم خاص ونيابة عن الهيئة القضائية وجميع موظفي كتاب الدرس في هذه المحكمة، إلى كل من الأستاذ المستشار عابد عبد المولى القاضي النزيل، إذ منذ التحاقي بهذه المؤسسة واشتغالنا جميعا عرفت فيه الرجل المجد المطور، كما عرفت فيه الإنسان الطيب الذي يتميز بروحه المرحة ونكته الحاضرة التي تضفي على مجالسه طابعا خاصا. كما أوجه تحية إجلال وإكبار إلى السيد هادي مصطفى والسيد مصطفى محمد عطشان والحاجة فاطمة هنسيس، فلا أحد منا يشك في نزاهة وجدية هؤلاء وإخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجب، فهم يستحقون منا كل الثناء وحسن الذكر، إذ كانوا جميعا مثالا للموظف المخلص في عمله. لقد سعدت كثيرا طيلة عملي صحبة هذه النخبة المتميزة بأخلاقها الفاضلة، فلكم مني ألف تحية وإجلال وصادق الدعاء بأن يختم لنا ولكم بالصحة ودوام العافية، وأن يظل التواصل بيننا متينا لأن حبل الإخاء متين متصل. كما أغتنم الفرصة لكي أبارك لكل من السيدين مصطفى الهادي والحاجة همسيس فاطمة على الوسام الملكي الشريف المنعم به عليهما، فهنيئا لكما بهذا التشريف. فشكرا للجميع على ما لبسناه منكم من حب وود متبادل متميز، فعليكم مني ألف سلام، فكم من وفاء أفارق منكم وكم من كرم. كما أشكر بالمناسبة جميع قضاة وموظفي هذه المحكمة على المجهودات المبذولة من طرف كل واحد منهم من أجل الرقي بهذه المؤسسة خدمة للمواطن والعدالة. وإنني أجدد تشكراتي وامتناني لكل من شرفنا بالحضور وشاركنا هذا الحفل البهيج. كما أشكر بالمناسبة اللجنة المنظمة لهذا الحفل وكل من ساهم معنا في نجاحه. وفي الختام أطلب من الله عز وجل قدرته أن يديم علينا نعمة الصحة والعافية، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير هذا الوطن وخدمة العدالة تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله القاضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أيده. وخير ما أودعكم به ما ودع به المصطفى صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لما كان ذاهبا إلى العمرة، حيث قال له صلى الله عليه وسلم: لا تنسانا من دعائك، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.